شعب الشمس أينما وجدوا في العالم، أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، قبل الله صيامكم. موضوعنا لهذا اليوم هو صوم إيزي أو روجة إيزي. طبعا أنا راح أشرح على صوم إيزي الأصلي الذي كان يتبعه الأجداد، لأن حاليا بكل صراحة هنالك فوضى في تطبيق الأعياد، فوضى في تحديد الأيام، فوضى في كل شيء. السؤال هنا، حتما هنالك سؤال يصادف كل يزيدي، كل شاب يزيدي، وهو لماذا نصوم في شهر ال 12؟ ولماذا ثلاثة أيام؟ إذا كان الجواب نحن نصوم من أجل الله، فالله موجود في جميع أيام السنة. وإذا كان الجواب نحن نصوم للشمس، هنالك من يقول نصوم للشمس، فالشمس موجودة في الصيف. فلو سألنا أحد الإخوة المسلمين لماذا تصوم في شهر رمضان، سيقول لك لأن في شهر رمضان نزل الوحي في اليوم الأول وانتهى في اليوم العدد 30، إذا صومه 30. بمعنى آخر هنالك حدث إلهي، هنالك حدث إلهي للإخوة المسلمين، ولهذا صاموا 30 يوم. وعليه لابد أن هنالك حدث إلهي نحن نصوم فيه في ثلاثة أيام وفي شهر كانون الأول تحديدا. حتى ندخل موضوعنا بصورة صحيحة لازم نعرف منو طوسي ملك. طوسي ملك هو الله المتجسد في الطبيعة والفلك على شكل طاقة ونور وحرارة. طوسي ملك هو العناصر الأربعة أخو أفو باو أجر. طوسي ملك هو الفصول الأربعة، لذا رمز له بدائرة في داخلها صليب، وهذا الصليب يفصل الفصول الأربعة كل على حدة. وعليه أي تغيير طقسي، أي تغيير فصلي، أي تغيير مناخي يعتبر حضور طوسي ملكي. طوسي ملك هو سبب التغيير، هو سبب الانقلاب الطقسي والانقلاب الفصلي وأي تغيير فلكي أو طقسي في الكون. بمعنى التغيير الفصلي هو حضور طوسي ملكي. نعرج إلى موضوع آخر ألا وهو الأساس. السؤال الأهم، روجة إيزي، صوم إيزي، روجة إيزي، ما معنى روجة إيزي؟ روج تعني الشمس بكل تأكيد. في كل أيام السنة 365 يوم أو 366 يوم الشمس اسمها روج، لكن في هذه الأيام الثلاثة تسمى روجة إيزي وتعني صوم الخالق، صوم طوسي ملك، لأن طوسي ملك هو الله المتجسد في الطبيعة. إيزي أو زي تعني الحي أو تعني المولود، كما في كلمة برازي. برازي، برا تعني الأخ وزي تعني الحي، والمثل الشعبي يقول الخلف ما مات، بمعنى أنه زي تعني الأخ الحي، الأخ حي طالما ولده موجود. إيزي أو زي تعني الولادة أيضا، ولادة الشمس، لكن تعني الولادة. كان أجدادنا الخوريين، الخركان حاليا، والهوريين، الهويري حاليا، والميترائين أو المهرانيين وهم المهركان حاليا، يطلقون على عملية الإنجاب كلمة زيبون أو زابون، بمعنى تكونت حياة، أصبحت حياة جديدة. إذا زي أو إيزي تعني الله وتعني الولادة وتعني الحي وتعني الخالد، فلا حي خالد غير الله سبحانه وتعالى، وطوسي ملك الله المتجسد في الطبيعة. روجة إيزي تعني أيام طوسي ملك. لماذا أيام طوسي ملك تحديدا؟ التقلبات الفصلية والطقسية. رمز له بدائرة لأن طوسي ملك أبدي والدائرة أبدية، في داخلها صليب أو علامة زائد، يكون فيها يوم 21/12 أقصر نهار بالسنة، ويوم 21 يقابله 21/6 أطول نهار بالسنة. يوم 21
29 9 يتعادل الليل والنهار، ويوم 21 3 يتعادل الليل والنهار. طبعا هنا أود أشير إلى نقطة مهمة جدا، أنه في نهاية كل فصل في التقييم الفلكي القديم الذي كان يتبع أجدادنا، في نهاية كل فصل كان يصادف يوم الأربعاء، يوم الخميس يدخل الفصل الثاني. بمعنى يوم الأربعاء آخر يوم من الصيف كان يذبح الثور في عيد الجمة لينتهي عيد الجمة، ثم يدخل الخريف اليوم الأول اللي هو تعميد التخت، يكون 22 أو 23 9. ومن هنا هذه حركة الأرض وهذه الشمس، ومن هنا بعد تعادل الليل والنهار تتغلب أو يطول الليل على حساب النهار، على حساب النور، على حساب شيء شمس، وهنا شيء شمس ملاك النور يقصد به، فتقول الشمس. وهنا عندما أقول الشمس أنا لا أقصد الشمس كجسد، أنا أقصد الشمس كروح، كطاقة، كحرارة، كضوء، كنور. وطوسي ملك هو نور، والله هو نور. وحتى في الديانات الأخرى، ها هم الإخوة المسيحيون، السيد المسيح يقول أنا هو نور العالم، وها هم الإخوة المسلمين في القرآن الكريم ذكر أن الله نور الأرض والسماوات عفوا أعتقد. في أول يوم من الخريف تبدأ الشمس بالتناقص إلى آخر ثلاثة أيام من فصل الخريف، حيث ثلاثة أيام روجد إيزي. طالما هي روجد إيزي إذن هنالك حدث أو مجموعة أحداث فلكية تحدث فيها، لنرى ما هي هذه الأحداث. يكون يوم 19 قصير، يوم 20 أقصر، يوم 21 هو أقصر يوم في السنة، كان يصادف قديما آخر يوم في فصل الخريف ويوم الأربعاء، كان يقفل الصوم يوم الأربعاء، وكان يوم الخميس والجمعة هو العيد. في هذه الأيام الثلاثة ماذا يحصل؟ الحياة تعني النور، تعني الحرارة، تعني الطاقة، وعندما تقل النور والحرارة والطاقة بمعنى تقل الحياة أو تكاد تموت الحياة، وهنا يتدخل إيزي بين قوسين طاوسي ملك لإنقاذ الشمس وإنقاذ الكون وإنقاذنا جميعا وتخليصنا من الخطايا. هل فعلا نحن نصوم ثلاثة أيام؟ قبل أن نعرج إلى الموضوع، هنالك في الميثولوجيا الإيزيدية نسمع دائما أنه نحن نصوم أقصر ثلاثة أيام، وهنالك مثل في ولاتي شيخ يقولون حتى روج بتا شابو تاري، إلى أن تبقى النهار يكاد يكون ظلاما سبب قصره. وهنالك سبقة دينية، نص ديني تقول لآخرتي روسبيكا، لديني عبادتي بك وخوب روجيكا، سيروجا بقرة وحرفة خوب بجيكا، صوم ثلاثة أيام وحدد لك الصغيرة. إذا كل الدلائل تشير إلى ثلاثة أقصر أيام، وكذلك الشمس والفلك تذهب إلى ثلاثة أيام. ماذا يحدث في هذه الثلاثة الأيام؟ عندما يتجسد طوسي ملك لإنقاذ الشمس، الشمس كطاقة ونور وليس الشمس كجسد، لأن هو في الحقيقة حركة الأرض وليس حركة الشمس، نحن نقصد هنا النور، الشمس كطاقة ونور. عندما يتدخل طوسي ملك وينقذ الكون ويخلصنا، هنا يدخل الإيزيدي مرحلة من التزهد، مرحلة من العبادة، مرحلة من الخضوع للآلهة، يتشمس، يدخل مرحلة التجسد بحضور الآلهة، بحضور طوسي ملك، ينقطع على جميع الأعمال الحيوية، لا طعام، لا شراب، لا نية سيئة، لا شهوة جنسية، لا تفكير سيء، لا نطق سيء، لا نظرة سيئة، فقط العبادة وحب الله وارتداء الزي الأبيض اللي هو بين قوسين صوم إيزي. الأحداث الفلكية حسب قول رجال الدين القدماء الكوشخين، ونقلا عن رجل الدين الكبير السيد فقير حجي حفظه الله، يقول ما يلي وقد أثبتت طبعا فلكيا:
في يوم في ليلة 19 على 20/12 بعد منتصف الليل تظهر نجمة تسمى بيرو اللي هي الزهرة عربيا، وفي اليوم الثاني تظهر نجمة ترازو، وهذه نجمة القرق تبشر بولادة النور، لأن يوم 22 سيزداد الوقت نصف دقيقة ثم تختفي القرق وتظهر يوم تعميد التخت القديم، وثم سيبقى لنا فصل واحد لتبدأ مرة أخرى صوم إيزي. وهذه هي فلسفة صوم إيزي الأصلية عند الإيزيدين الآباء، وشكراً.